السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدين الكرام، مرحبا بكم معنا على قناتكم ميديا أخبار. فتح قضاة التحقيق ببعض محاكم جرائم الأموال ملفات 7 رؤساء جماعات جدد، أحدهم من إقليم تطوان، 2 من عمالة فاس، مثلهما من إقليم ورزازات، وآخر من إقليم سيدي قاسم، والأخير من إقليم الخميسات. جاء في جريدة الصباح حسب مصدرها القضائي أن التحقيقات التي بوشرت مع الرؤساء 7 تتعلق بتفويت والمصادقة وحيازة أراضٍ لا تقع ضمن النفوذ الترابي للجماعات التي يسيرونها، والتبقي على صفقات دون احترام المصادر القانونية، والنفخ في فواتير المازوت، والتلاعب في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وسجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام التي كانت وراء تحريك التحقيق مع بعض الرؤساء وفق بيان مكتبها الوطني: تأخرت الأبحاث التمهيدية بخصوص مجموعة من ملفات الفساد المالي وعدم اتخاذ قرارات بشأنها رغم طول أمدها، والنماذج كثيرة لا تعد ولا تحصى. ورصد حماة المال العام ضعف ومحدودية الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد والرشوة التي لا تتناسب وخطورة الجرائم المرتكبة مع طول الإجراءات القضائية وتجاوزها للحدود المعقولة. طالبت الجمعية نفسها المؤسسات الدستورية المعنية بإجراء افتحاص شامل وعميق للصفقات العمومية التي أبرمت خلال فترة جائحة كورونا، بما في ذلك الصفقات المتعلقة بوزارة الصحة التي أثير بخصوصها نقاش مجتمعي واسع مع ترتيب كل الجزاءات القانونية المناسبة. وأكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام غياب إرادة سياسة حقيقية لمواجهة الفساد والرشوة والريع في ظل استمرار الإفلات من العقاب وسط استمرار لولبي ومراكز الفساد في عرقلة كل المبادرات الرامية إلى تخليق الحياة العامة، كما هو الشأن بالنسبة إلى تجريم الإثراء غير المشروع والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. نبه بيان الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب لخطورة ازدواجية العدالة وضعفها هذه الأخيرة في مواجهة المفسدين وناهب المال العام ويقظتها كلما تعلق الأمر بالنشطاء الحقوقيين والصحفيين، مؤكدة أن استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام يصادر فرص التنمية المتاحة ويساهم في ارتفاع نسب الفقر والهشاشة وتعميق الشعور بالظلم. بينما أثارت الجمعية نفسها ما أسمته خطورة استمرار التوزيع غير العادل للثروة والتفاوت المجالي بين المناطق والجهات، طالبت في الوقت ذاته القضاء بتحمل مسؤوليته كاملة في التصدي للإفلات من العقاب ومحاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام واتخاذ قرارات جريئة بشأن ذلك.